حاكم نيورنبرغ وطوكيو ديال 1945 و46. لماذا؟ لأن هناك جانب من الفقه من يعتبر هذه النوعية من المحاكم تندرج فيما يسمى بعدالة المنتصر أو لا جوستيس دي فانكور أو لا جوستيس دي ريبريزاي. لماذا؟ لأن من أقامها فهو من أجل دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، من أجل معاقبة مجرمي الحرب الذين ينتمون إلى النازية، وبالتالي فلم تتوفر على ضمانات المحاكمة العادلة، لذلك فجانب من الفقه لم يدرج هذه المحاكم في إطار القانون الجنائي الدولي. بالنسبة للقانون الجنائي الدولي المعاصر الذي أخذ بعدا قويا بعدما دخلت المحكمة الجنائية الدولية الحيز النفاذ في 2002 بعد مصادقة 64 دولة عليها، فهي تعرف الجزاء على أنه كل عقوبة تهم الجريمة الدولية، والجريمة الدولية هي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لأن القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وفرع من القانون الدولي يسعى أولا لحماية الدولة ولحماية الإنسان، حماية الدولة من خلال جريم العدوان، وأيضا من حماية حقوق الإنسان الأساسية والتي تسمى باللغة الفرنسية لو نوايو دور دي دووا دو لوم تيل كو لو دووا ا لا في ا لا ليبرتي اي ا لانتيغريتي فيزيك. لذلك فالجريمة الدولية تنقسم إلى جزئين، جريمة العدوان والجريمة التي تهم الإنسان، ومنها طبعا جريمة الإبادة الجماعية لو جينوسيد، والجريمة ضد الإنسانية لو كريم كونتر لومانيتي، وجريمة الحرب لو كريم دو لا غير. وكل هذه الجرائم فهي تشكل مساسا لمبادئ قانونية آمرة لي غير لابيراتيف دو جوسكوجاس، والتي عرفتها المادة 53 من قانون الاتفاقيات أو قانون المعاهدات 1900